with ACS. Also, our big professor and figure, Professor Ahmed Magdi, and say to him, Salamat, welcome back, and hopefully full recovery, inshallah. I don't want to waste time. We will take first presentation, and then we will allow for 5 to 10 minutes discussion after the presentation. Professor Ahmed? Yes. Thank you, Professor Salim. Thank you, Sharif, for making the arrangements. And I thank the Council of the Egyptian Fellowship Board of Intervention and Ischemia Club partners. And alhamdulillah, I'm feeling better. بفضل دعائكم وده الحقيقة غمرتوا بمشاعركم الصادقة حاجة مذهلة يعني الحمد لله. وأنا عاوز أقول إن هو إن إحنا لما بنبدأ إحنا الفرق بيننا وبين ممكن أي حد تاني إن إحنا ما شاء الله نفسنا طويل جدا. حتى الكورونا نفسها باذن الله نغلبها. فاحنا الويبينار دي بداناها فاحنا مثلا مش هنعملها اسبوع بعد اسبوع مش هنعملها لا حتى لو على راحتنا. فاحنا كل يوم اربع بنتقابل حتى لو بنعمل ميتك حتى صغير بنقعد نص ساعه او ساعه. وعاوز بس تو اناونس ان هو الاربع الجاي الميتنج هيبقى اكبر شويه لان احنا معانا افرام من فرنسا الكسندر افرام ومعانا عمر جوكت من اسطنبول ومعانا مهند جريد من نيوكاسل وهيبقى سي تي او بروجرام هيبقى حوالي 3 ساعات طبعا بمشاركتكم معانا ياسر صادق وطارق رشيد هيبقى حاجه سكسسفل. ليت مي برضو ويلكم البروفيسورز دكتور هشام عمار دكتور هشام بشرى رفيق الكفاح نائب رئيس الجامعه دلوقتي في بني سويف والدكتور وليد عمار وان اوف ذا بايونيرز في الانترفنشن في جامعه القاهره فبليز دكتور وليد اتفضل. شكرا دكتور احمد. البرزنتيشن النهارده استكمالا للسلسله اللي بداناها الاسبوع اللي فات الدكتور مصطفى مكرب والدكتور شريف استعرضوا اول جزء من الاكيوت كورونري سيندرومز وغطوا اليجنتلي اس تي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن والنهارده المفروض ان احنا هنتكلم عن النون اس تي اليفيشن اكيوت كورونري سيندرومز. في البدايه طبعا كل التحيه لحضرتك مش فاكر دكتور احمد حضرتك مثل وقدوة وأخ كبير وصاحب أيدي بيضاء على معظم الجونيور والإنترميديت ستاف في الكارير ده. ربنا يشفيك برحمة وما يحرمناش منك أبدا. أمين يا رب. طبعا المحاضرات في السيريز دي هي مالي تيتشنج يعني القصة مش بنتعلم سكيلز لكن بس بالإضافة للسكيلز لازم يبقى عندنا نراجع مع بعض theoretical backgrounds ونطلع بيها من المحاضرات دي not to be missed في البراكتس ولا في الإكزامز. فالأكيوت كورونري سيندرومز برود سبيكينج كده بتقسم زي ما كلنا عارفين بيزد على فيري سمبل انفستيجيشن ويتش از ذا اي سي جي اول حاجه العين بيعملها انتو تو مين كاتيجوريز ذوس ويز بيرسيستنت اس تي اليفيشن ان ذا اي سي جي اند ذوس ويزاوت. اللي بيبتدي بيرسيستنت اس تي اليفيشن في الغالب بيكمل وبيتحول الى واتس كولد اس تي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن وفي الغالب بيكون السبب توتال كورونري ارتري اوكلوجن. الموضوع بقى اللي هو بتاعنا النهارده patients who are not presenting with persistent ST segment elevation in the ECG. في الجروب ده الـ ECG ممكن يوري a diversity of changes زي transient ST elevation ممكن يكون ST depression which are persistent or dynamic, T wave inversion or flat T wave or even pseudo normalization of the T wave. لكن we have to keep in mind that normal ECG does not exclude an acute coronary syndrome. امتى نقول ان العيان ده اللي عنده chest pain this is an unstable angina or unstable angina related acute coronary syndrome لما يكون chest pain ليه واحده من الفيتشرز دي اذا ان يكون prolonged chest pain يعني بيقعد at least more than 20 minutes او يكون new onset والnew onset المقصود بيها at least class 2 or 3 Canadian cardiovascular society classification يعني new onset class 1 angina is not an unstable angina او crescendo angina بمعنى ان recently حصل destabilization of a stable angina والعيان وصل لكلاس 3 يعني this crescendo from class 1 to class 2 is not unstable ده progression of stable angina انما crescendo angina المقصود بيه unstable ان العيان وصل لكلاس 3 وطبعا اخر حاجه البوست انفاركشن انجينا is a classic unstable angina. عشان نقدر ندخل ان ديبث في النون اس تي اليفيشن اكيوت كورونري سيندروم طبعا الموضوع يعتبر الحيان ده حصل له انفاركشن ولا لا. طيب ايه التشنج اللي حصل في ال 10 سنين اللي فاتوا اللي احنا عندنا دلوقتي النيو هايلي سنسيتيف كارديك بايو ماركرز والهايلي سنسيتيف كارديك تروبون. طيب
والديفينيشن اوف مايوكارديال انفاركشن لازم يبقى في ليه يونيفرسال او يونيفورمال ديفينيشن, بحيث ان احنا نقدر نتكلم مع بعض, نقدر نتكلم مع الدول الاخرى when reporting cases او reporting papers او doing guidelines او recommendations. لازم يبقى في ديفينيشن, انت بتتكلم على مايوكارديال انفاركشن نوعها ايه, فالديفينيشن اوف مايوكارديال انفاركشن اكوردنج تو اليونيفرسال ديفينيشن لازم يحصل فيه انكريز اند اور ديكريز اوف ا بايوماركر, طبعا والافضل هو كارديك تروبونين, زائد حاجه من الحاجات الثانيه. يعني كارديك بايوماركر لوحده مش كافي, ايذر سيمتومز اوف سكيمي, او لو رجعنا للاي سي جي نلاقي فيه تشينجز, سواء اس تي تشينجز او باندل برانش بلوك, طبعا ليفت باندل, او العيان جالك باستابليش دي كيو ويفز بلس ماركرز كانتاليا, او اللي احنا صورناه سواء بايكو او بنيوكليير ولقينا عنده ريجنال موشن ابنورماليتيز, او اثناء القسطره لقينا عنده فيلنج ديفكت, او العين ده كان بوست مورتم ولقينا عنده انتراكورونري ثرومبوس. اي ايفيدنس من دول بلس الماركرز ده ديفاين مايوكارديال انفاركشن. وبناء على اليونيفرسال ديفينيشن اوف ام اي, المايوكارديال انفاركشن هاف بين كاتيجورايزد او كلاسيفايد انتو 5 مين تايبس, لازم كلنا نبقى عارفينهم عشان لما نتكلم مع بعض. طبعا اهمهم هو التايب 1, ده الكلاسيك مايوكارديال انفاركشن اللي في الغالب بينتهي ب واتس كولد اس تي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. هنا الاندرلاينج باثولوجي في الغالب هي اثيروسكلروتيك بلاك رابتشر التريشن او ايروجن, وكون عليه ثرومبس وحصل توتال اوكلوجن. لكن التايب 2 مايوكارديال انفاركشن ده نوع اكتر في حالات النون اس تي اليفيشن اكيوت كارديال سيندرومز, اللي بيحصل يبقى امبالانس ما بين مايوكارديال اوكسجين سبلاي اند ديماند, ده لازم يحصل في الاستاتيكي اريزمياس انيميا ريسبيراتوري فيلير اور هايبوتنشن, واتس كولد تايب 2 مايوكارديال انفاركشن. تايب 3 اذا مايوكارديال انفاركشن في عيان اريستد وما كانش في وقت اللي احنا نعمل له ماركرز, لكن في الغالب اللي عنده اريستد بسبب مايوكارديال انفاركشن في الحاله دي بس, ده اس كولد تايب 3 مايوكارديال انفاركشن. تايب 4 اند تايب 5 ار ريليتد تو ا بروسيدجر ريليتد ام اي, لو اثناء القسطره ده تايب 4, لو بعد الكابج ده تايب 5. فمهم لينا اللي احنا كيب ان مايند ان مش كل المايوكارديال انفاركشن نوع واحد, عندنا 5 تايبس اوف مايوكارديال انفاركشن. طيب ازاي عرفنا بقى وازاي تعمقنا اكتر في المايوكارديال انفاركشن؟ زي ما قلنا بقى عندنا الهاي سنسيتيفيتي تروبوني. طب الهاي سنسيتيفيتي تروبوني ده لما اكتشف ايه اللي ترتب عليه؟ ترتب عليه حاجات بوزيتيف وحاجات عملت بعض الدوت. طيب البوزيتيف ايه اللي احنا خلى الديتكشن اتس فيري جود نيجاتيف, بمعنى انه هايلي سنسيتيف, فاي تريسز او مينيوت اماونتس اوف تروبونين اليفيشن كان بي ديتكتد, وبالتالي مش غريب ان الانسيدنس اوف تايب 1 اند تايب 2 ام اي زاد عن مكان 20% ريليتيف انكريز في تايب 1 اند تو فولد انكريز اوف تايب 2 مايوكارديال انفاركشن. لكن في المقابل الانستيبل انجينا كتير منهم كنا بنعتبره انستيبل انجينا, بعد ما لقينا تروبونين عالي بالهاي سنسيف تحولوا الى مايوكارديال انفاركشن, وبالتالي الانسيدنس اوف انستيبل انجينا قل والانسيدنس اوف مايوكارديال انفاركشن زاد. كمان قلل الجاب اللي قبل الدايجنوزس, لانه you can detect early rise of high sensitive troponin and a conventional troponin, and you can exclude in a better way myocardial infarction. بينه وبين المايوكارديال damage is exponential او progressive او proportional, كل ما بيزيد التروبونين ليفل كل ما زاد المايوكارديال damage. لكن لازم نعرف ان في normal levels موجوده في normal individuals للتروبونين, وبالتالي احنا بنعتمد على ماركت انكريز, يعني عايزين 5 فولد اوف هاي سنسيف تروبونين انكريز عشان نشخص ويز 90 to 100% سنسيفتي اند سبيسيفيسيتي ان ذا مايوكارديال انفاركشن. 3 to 5 فولد وي ار ان ذا جراي زون. طيب العيان شفناه في الاستقبال, مهم قوي اللي احنا نعمل له البيز لاين كاردياك تروبونين, ولو في فرصه اللي احنا نعيده تاني بعد 3 ساعات نري اسس كاردياك تروبونين. ليه؟ لان الكاردياك تروبونين ممكن يكون زايد من الاول لكن مش بيزيد اكتر. المايوكارديال انفاركشن لازم يحصل بروجريسيف انكريس اوف تروبونين طالما ما حصلش لسه ريفاسكولاريزيشن. طيب العيان لو جاي بتشست بين والهاي سنسيتيف تروبون عالي جدا, مش شرط بقى تستنى 3 ساعات, ده نيدز ان ايرلي انفيزيف استراتيجي, وفي الحاله دي طالما الكلينيكال برزنتيشن بتاعه يستدعي ايرلي انفيزيف استراتيجي جو اهيد. انما العيان لو الكلينيكال برزنتيشن بتاعته مش هاي ريسك زي ما هنشوف بعد كده, لا في فرصه نعيد التروبونين تاني. طب افرض التروبونين ما عليش, لا هنا يو ار ان داوت هل ده مايوكارديال انفاركشن او لا, ولازم تعمل انذر ورك اب تو اكسكلود اذر كوز. طب لو العيان جاي بتشست بين والتروبونين مش عالي من الاول, طب لو هو جاي بعد اكتر من 6 ساعات يبقى ده اكيد مش انفاركشن, لان العيان ده اخد 6 ساعات ومع ذلك التروبونين ما عليش,
يبقى ده لا اما انستيبل انجينا او حاجه ثانيه. طب لو العيان ده انستيبل انجينا هنا في وقت انك تعمل له ريسك ستراتيفيكيشن لايك فور اكزامبل بالجريس ريسك سكور او يكون في ديفرنشال دايجنوست. والعيان ده لو طلع له ريسك يو ار جاستيفايد ان ديسشارج ذس بيشنت اند يو مي اسك فور ستريس تيستينج اور نون انفيزيف تيستينج. طب العيان لو جاي التشست بين اقل من 6 ساعات هنا في فرصه ان احنا نعيده ثاني بعد 3 ساعات واكوردنج تو الاوت كام في السكند the set of troponin لا اما العين ده يقلب non ST elevation myocardial infarction ويدخل في الليمب ده او يفضل نيجاتيف ويفضل في الليمب ده. في اسباب تانية ممكن تعلي زي ما قلنا ال high sensitivity cardiac troponin other than acute myocardial infarction دي لسته طويله كلنا اوير بيها for example التاكي اريزمياس heart failure pulmonary embolism renal dysfunction مهمه جدا. كتير من الجونيور ستاف النواب المدرسين المساعدين بيجي لهم كونسلتيشنز من المستشفى عندنا عيان داخل ولقينا كارديك تروبونين عالي تعالى ده كارديك بيشنت لازم نبقى اوير ونكتب بوت كونفيدنس ان العيان ده عنده اذر كوزز وند ذيس انكريز اوف تروبونين طالما هو مش بروجريسيف وعندنا تفسير ثاني ليه بي ريليتد للرينال ديسفانكشن هايبوثايرويد اور اذر كوزز زازرسان ميكارديال انفاركشن. ندخل للكيس ستادي اللي هنقدمها وهي فيها سام انتراكشن منكم اثناء الكيس ستادي دي عاملين ام سي كيوز بسيطه كده بالتعاون مع الدكتور شريف ومجهود مشكور ومطلوب فوتنج من الساده الزملاء المشاركين. طيب العيان بتاعنا از 45 يير اولد سموكر هيز نوت دايابيتيك اور هايبرتنسيف اند نو فاميلي هيستوري اوف كورونري ارتري ديزيز هي هاز نورمال كيدني اند ليفر فانكشنز والحاله دي كلها من حوالي 5 ييرز. طيب العيان ده شهر في 2015 كان عنده انستيبل انجينا عمل كورونري انجيو اند ادفايزد فور باي باس سيرجري اند هي اندر وان كليما تو ال اي دي اند فين جرافت تو ار سي جاست 2 مانس افتر كابج هي برزنتد تو زي اي ممكن برزنتد ويز 2 مانس افتر باي باس سيرجري انيشال ورك اب اوف ذس بيشنت هي واز ان اكيوت ليفت سايدد هارت فيلير اند هايبوتنسيف. He was actually in an impending cardiogenic shock. ECG showed diffuse ST depression. Cardiac troponin was elevated. And the bedside echo showed mildly elevated dilated LV with ejection fraction 30%. And the global hypokinesia and the moderate to severe mitral regurgitation. What to do for a patient with acute coronary syndrome, non-ST elevation, from the ER to the ICU, whether to take him directly to the cath lab or we have some time according to the risk criteria of these patients. If the patient has very high risk criteria, including hemodynamic instability, cardiogenic shock, recurrent angina refractory to treatment, life-threatening arrhythmias, mechanical complications, acute heart failure, these patients are very high risk. High risk for what? High risk for in-hospital and post long-term mortality. High risk criteria, apart from very high risk criteria, increased troponin, dynamic ST wave changes, but not elevation, and the GRACE score more than 140. The intermediate risk criteria, which is a rather more common presentation of patients, to have diabetes, to have renal impairment, ejection fraction less than 40, early post MI angina, or post CABG, or post BCI, with GRACE score from 190 to 140. These are intermediate risks. لازم يبقى لنا الحاجات دي لان الديسيجن اللي هناخده بيزد احنا كاتيجورايزد العيان بتاعنا ان ويتش كاتيجوري فيري هاي ريسك هاي ريسك اور انترميديت اكوردنج تو ذس فيكتور. العيان من الاول لو فيري هاي ريسك زي العيان بتاعنا لانه امبندنج كارديوك شوك سيفير هارت فيلير ريجكشن فراكشن 30% وتروبونين عالي كل الكرايتيريا ذس بيشنت نيدز ايميديت انفيزيف ثيرابي ايميديت المقصود بيها ويزن 2 اورز. لو العيان ما عندوش الفيري هاي ريسك كرايتيريا وهو بس هاي ريسك البيشنت ده محتاج ايرلي انفيزيف والمقصود بيها يعني وزن 24 اورز. العيان ده لو في نون بي سي اي كابابل سنتر في فرصه انك تحوله في نفس اليوم لهاي بي سي اي كابابل سنتر ويعمل وزن 24 اورز. العيان اللي في انترميديت ريسك ده محتاج محتاج لكن براحتنا بمعنى ان الانفيزيف استراتيجي هنا ممكن اب تو 3 دايز. الثلاثه تايم انترفلز دول او ثلاث تايم ديفينيشنز دول لازم يبقى في حاجه اسمها immediate invasive خلال ساعتين early 24 ساعه or invasive without early or immediate within 3 days. طب العيان اللي هو من الاول لو ريسك ده ممكن يتعمل له non invasive testing و according للريزلتس بتاعته العيان ده ممكن يعمل intervention او ما يعملش. العيان شفناه في الاستقبال بالصوره اللي شرحتها لحضراتكم دي هنعمل له ايه؟ اول حاجه طبعا هنفكر فيها اللي احنا
العيان ده اوريدي كان على انتي بليتلت، بس ما فيش مانع ان انت تريلود العيان بالاسبرين تاني. طيب العيان الدراجز اللي ريكومندد بي 2 واي 12 انهبيتورز لازم ياخد لودنج طبعا تيكاجرول او براسوجرال او كلوبيدوجرال. كجايد لاينز عشان لازم كلنا يبقى وير بيها ان في سوبريوريتي للتيكاجرول والبراسوجرال عن الكلوبيدوجرال. طيب بس البراسوجرال لازم العيان ده يكون عرفنا الكورونري اناتوم بتاعه، يعني ما يتاخدش في الاستقبال. ليه؟ لان العين ده لو دخل وطلع انه 4 باي باس سيرجري البراسوجرال هيعطل السيرجري وممكن يزود البليدنج ريليتد للباي باس. انما الكلوبيدوجرال اللي ينفع تديه في الاستقبال قبل ما يدخل الاسطره، والتيكاجرول ليه سوبريورتي بيز طبعا على الاستريت. انما الكلوبيدوجرال العين ده اوريدي كان. ماشي، ده اول كويز لحضراتكم. في المرحله دي ادينج لايك بروتين تو بي 3 انهبيتور ات ذيس ستيج Can you summarize the case عشان عدل عليها كم سلايد؟ سوري يا شيف. Can you summarize the case your case؟ العيان ده عشان لو في حد دخل متأخر، والعيان 45 years old smoker عامل cabbage من شهرين وpresenting بعد الكابج ب non ST elevation acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. العيان ده loaded بأسبرين وكلوبيدوجريل. وبنسأل في المرحلة دي احنا خدنا decision اللي احنا ندخله for immediate intervention based على ال very high risk criteria. العيان ده ينفع نديله ولا لا، ولو ينفع ايه class of recommendation بالنسبة له اللي احنا نديله واحنا رايحين بيه على الاستقبال glycoprotein inhibitor. Is it class 1, 2A, 2B or class 3؟ حابب اشوف انت تستعرض الريزلت. اوكي بس ندي 10 سكند اجين 10 سكند بليز. اني وان كان شود فوت اند سبميت، دونت فوت اونلي، فوت اند سبميت. ويل تيك 10 سكند اجين كايندلي فوت اند سبميت. This is your result. Continue the tour. النتيجة ظهر لكل الوقت. Yes. Yes. Okay. طيب زي ما احنا شايفين ان about 60% من ال participants اختاروا class 3 recommendation و about 25% اختاروا class 2B recommendation. خلينا نشوف الـ guidelines بتقول ايه في العين. Glycoprotein, a role of glycoprotein during the intervention in non-ST elevation myocardial infarction, even in ST elevation myocardial infarction, مفيش خلاص upfront using of glycoprotein. It's class 3. يعني الحالة بتاعتنا طالما احنا لسه ما عرفناش coronary anatomy بتاعه, it is not recommended to give glycoprotein inhibitor. Glycoprotein inhibitor, احسن classification ليها حاليا او احسن indication هي class 2A. As a peel out. Peel out لو حضرتك أثناء الشغل حصل thrombotic complications. السؤال الثاني. Compare to femoral approach. Radial approach is associated with reduction of all the following except non-cabbage major bleeding, stroke and MI, or death. Kindly everyone vote and submit. Still we have 20 seconds. This is the poor result. Okay. على حسب الفوتنج اللي احنا شايفينه فتقريبا 40% من الزملاء اختاروا ان الراديال داز نوت ريديوس مورتاليتي كومبير الفيمورال ما بيقللش المورتاليتي، و40% اختاروا انه ما بيقللش البليدنج، وجاست 20% شايفين ان هو ما بيقللش الستروك والام اي. السؤال كان اكسبت في الواقع كويس اللي احنا حاطين السؤال ده، لان واضح ان المعلومه يا دكتور احمد دكتور محمد دكتور هشام مش واضحه عند كتير من الزملاء ان الراديال ابروتش خلاص يا شريف شيلو
الراديال ابروتش كومبيرد للفيمورال ابروتش احسن حاجه عملها انه قلل البليدنج والمورتاليتي ريدكشن اللي عملها هو قلل الديس كمان mainly due to reduction of bleeding. فالريديال ابروتش ميزته الكبيره جدا عن الفيمورال هو انه قلل البليدنج وقلل المورتاليتي طبعا لانه قلل البليدنج. انما لو خدنا الاستروك لوحدها كانت ايكوفوكال المايوكاردال انفاركشن نون سيجنيفيكانت ريدكشن. فلا المايوكاردال انفاركشن ولا الاستروك قلوا مع الراديال ابروتش اللي قل هو نون كابج ميجر بليدنج والديث والكومبوزيت اند بوينتس ديس ام اي اور استروك قلوا بالتبعيه بسبب ريدكشن اوف ديث. انما لو خدنا بس انا هعلق بس هنا دكتور وليد اصل احنا في الزماله مثلا او حتى ان جنرال واكيد عندكم في القصر العيني ما بقناش الحقيقه ايه حته ان هو اكسبت دي احيانا بيبقى بعض الناس كونفيوزد واحسن حاجه البيست انسر يعني احنا الريديال بيعمل ايه من الحاجات دي مش ان هو اللي هو ممكن يكون حد عارف المعلومه بس هو بس عشان خبرته اقل في نوع الاسئله دي فهو عشان كده مثلا واحنا بنعمل في ذا فيوتشر نحاول نخلي ان دي بيجي له في الامتحان بقى اللي هي بلاش اول ترو اكسبت او اول فولس اكسبت فاكيد هتبقى يعني المره دي احنا طبعا اتس فيري نايس اكزامبل لكن ايه وي تراي تو افويد تمام يا دكتور احمد. فهو الريديال ابروتش بيقلل البليدنج بيقلل المورتاليتي طبعا لانه بيقلل البليدنج انما مش بيقلل مايوكاردال انفاركشن ولا الاستروك. تمام. طيب البيشنت بتاعنا ريسيفد اورال كلوبيدوجريل هو كان انترابتنج كلوبيدوجريل الفتره اللي فاتت لودنج اسبرين اي في مورفين سلفيت اي في انفراكشنيتد هوبرين اي في انتروبيك سبورت اوكسجين اند رابيدلي ترانسفيرد تو ذا كاسل. احنا عرفنا الانتي بليتلتس والانتي كواجولانتس اللي عندي ياخد. الفيلم واضح عند حضراتكم؟ تمام. فهو زي ما احنا شايفين الدياجنوستيك للنيتيف عندنا توتال اوكلوجن اوف ذا ال اي دي باراوستيا اللي سي اكس عطي او ام ويتش از ريليتيفلي هيلثي رايت كورونري ارتري ميد سيجمنت سب توتال اوكلوجن وديستالي توتال اوكلودد دومينانت رايت كورونري ارتري بروكسيمال سيجمنت وال وعطي كولاترالز للميدل سيجمنت اوف ذا ال اي دي رايت كورونري اللي هو توتال اوكلودد ده. العيان عامل باي باس زي ما قلنا من شهرين بالظبط. ليما انستموز تو ال اي دي زي ما احنا شايفين very poor anastomosis with severe stenosis distal to the lima and very attenuated distal third of the LED. Vein graft to RCA severe subtotal occlusion of the vein graft to RCA. وعايش على ايه بقى؟ وده يفسر ان العيان حصل له ماركت ديتيريوريشن للليفت فنتريكولار فانكشن اجكشن فراكشن 30% سيفير ميتري ريجيرجيتيشن اند كارجينيك شوك. طبعا احنا في العيان ده دخلنا فيمورال ابروتش عشان العيان عامل باي باس كانيوليتنج الليما ثرو ذا رايت راديال از نوت ايزي تاسك. العيان ده معمول من 5 سنين ما كانش فولي اكويبد قوي انما طبعا لو احنا بنفكر نعمل انترفينشن ثرو راديال ابروتش في العيان ده كان يفضل طبعا الليفت راديال تو هاف ان ايرلي اور ايزي اكسس تو زليما. انما احنا في الحاله دي كنا شغالين فيمورال ابروتش والعيان كان ثين انديفيديوال ما كانش في مشكله. طيب ات ذيس ستيج بعد الدايجنوستيك للزملاء ويتش انتي كواجولانت هاز بيست ايفيدنس ات بي سي اي اوف ذيس كيس. Kindly vote and submit. We have 20 seconds. Some of the panelists, okay. This is the result. Hey, Ilya Ashrif, alhamdulillah. you want to comment about the result? Yes. زي ما احنا شايفين ان معظم المشاركين اختاروا to keep the patient on unfractionated heparin. قليل قوي اللي اختار ان احنا cross lenoxaparin او fondaparinux or bivalirudin. بالمناسبه طبعا احنا عارفين ان lenoxaparin is a low molecular weight heparin, fondaparinux anti factor 10
بفالارودين از دايركت ثرومبين انهبيتور. اظن دكتور هشام في محاضرته هيغطي الحاجات دي ان شاء الله. طيب الجايد لاينز بتقول ايه؟ unfractionated heparin is class 1 recommendation in these patients. enoxaparin لو العيان كان pre-treated بي كامل بي وده class 2A recommendation. وان عايزين ان كان في حاجة بنعملها بقت class 3 اللي هي cross over من unfractionated للو molecular weight او العكس ان احنا نشفت من حاجة للتانية ساعة القسطرة is class 3 recommendation. خلاص؟ فهي احنا نخلي العيان على unfractionated heparin. لو العيان من الاول على enoxaparin خليه على enoxaparin. طيب شيل الفوت يا شريف عشان نشوف بس السلايد. نشيل الفوت دي. الفوت متشال حاجه ممكن تشيله. اوكي اوكي. فزي ما قلنا كلاس 1 اللي احنا ريكومنديشن ان احنا نستمر على unfractionated heparin enoxaparin. لو العيان بداوا في الاي ار نكمل عليه كلاس 2A. الكروس اوفر از كلاس 3 ريكومنديشن. اوكي طيب بيفالورودين كان واخد ريكومنديشن كلاس اعلى من كده من فتره, لكن بعد ما بقى معظم الحالات بتتعمل ترانس راديال ابروتش والبليدنج قل, الادفانتجز بتاعه البيفالورودين كومبيرد للانفراكشنيتد هيبرين قلت جدا ايفن ان ريكومنديشن كلاس بتاعه اصبح 2 بي بعد ما كان في الاول وصل كلاس. دخلنا عملنا بري دايليتيشن. طبعا الكالبريت بالنسبه لنا كان الرايت كورونري ارتري, الفين جرافت على الرايت كورونري ارتري هو اللي يبدو ان هو ده اللي عامل ماركت ديتيريوريشن للعيان. وي كروس ذا ليجن اند ديد بالون دايليتيشن اند ستنتنج اند ذس وات هابند افتر ستنتنج. نوري فلو زي ما حضراتكم شايفين with bradycardia and further drop of blood pressure. We gave the patient adrenaline, atropine, and we started glycoprotein 2B3A inhibitor في المرحلة. هنا الانديكيشن بتاع الجلايكوبروتين اتغير بقى class 2A based على recommendation. ده appeal out for acute thrombotic complication which is nori flu. هو أحمد شاهين هنا بيقول لك هل كان ممكن تستخدم فلتر طبعا لو افيلابل يعني. ده سؤال كويس يا دكتور شيرين. خلينا نعلق عليه. احمد شريف هاي. الفلتر مسته في ديجنريتد فين جرافتس, وبالتالي احنا بنتكلم فيه في اولد فين جرافتس. هنا القصه ما كانتش قوي كده. ده العيان عامل جاست 2 مانس, فالموضوع فيه جزء تكنيكال زي ما احنا شايفين الليما انستموز مش كويس, كمان الفين انستموز ده مش كويس, وحصل اون توب عليه اكيوت ثرومبوتيك اوكلوجن عند الانستموزس. اللي يا دكتور احمد الفلتر بنستفيد منه في الديجنريتد جرافس, لو انت عندك ليجن مثلا هنا في البروكسمال او في الميدل سيجمنت وهتحطه هنا قبل الانستموزس هنحط الفلتر, انما هنا الليجن كان انستموتيك فالفلتر هتحطه فين؟ الفلتر لو هو حتى انت بتفكر ان دي ديجنريتد فين جرافت, الليجن الانستموتيك مش مكان يتحط فيه فلتر. الفلتر بيتحط لو البرايمر انترفينشن بتاعك في البادي نفسه في الفين جرافت نفسه, انما هنا لو انت بتفكر تحط جرافت فانت هتعدي وهتدخل بيه في النيتف سيركيوليشن, هتحطه في البي ال او في البي دي اي. يعني هو يعني هو في الانترفينشن في البوست كابج الفلتر دلوقتي بقى كلاس 2 اي, ولكن هنا ان بارتيكولر ان ذيس بيشنت دي كان انستموتيك ليجن, هتحط الفلتر ازاي؟ ما ملوش مكان الفلتر هنا تاني. تمام اوكي. طيب the patient الحمد لله بعد الانترفينشن ده improved and inotropic support successfully weaned. الانترفينشن ده كان في شهر 11, بعدها بست شهور تقريبا العين دخل القصر العيني عشان نشوف ال LED هنعمل فيه. الاجكشن فراكشن كان اتحسن وصل up to 50%, الميتري ريجيتيشن بقى مايل, لكن السيبتم زي ما احنا متوقعين كان severely hypokinetic all through the anterior wall with septum, لان احنا شايفين ان ال LED كان ostial occlusion والجرافت كان very best. هنا دكتور احمد حضرتك والدكتور محمد والدكتور هشام لو عايزين تدسكس وات تو دو فور ذا ال دي, شود وي جو تو ذا نيتيف اور فور ذا جرافت, فحضرتك معاكم دقيقتين لو عايزين تقولوا. هو يعني انا هقول يمكن دقيقه منهم ومحمد سليم يقول الثانيه. هو انت هنا مش في ستيمي, الستيمي ممنوع تشتغل غير على الكالبريت, بس انت في نون ستيمي وبالتالي انت هنا بتجادج, بس هنا ات لوكس ان هو ده سي تي او
والعيان كارديك شوك اللي هو ال دي ده تعوز تفتح النيتف. دكتور احمد الوقت احنا بعد 6 شهور من الانترفنشن اللي فات تعمله ولا لا؟ هو طبعا الوقت خلصنا خلاص والعيان ده جالنا بعد 6 شهور واتحسن والاجكشن فراكشن بقى 50% الوقت بس ستيل بيجو انجينا. هو دلوقتي الليما از هوبليس ليه؟ لان الديستال بارت من ال دي هو ديفيوزلي ديزيزد وثريد لايك. فانت هنا هتدسكاس بقى الناس اللي هم بيشتغلوا انت او الناس اللي بيشتغلوا والسي اكس ات لوكس اللي هو ديفيوزلي مايلدلي افكتد. انت عاوز تعمل ال ال دي ده، انا اعتقد العيان ده محتاج يتعمل له سي تي على ال ال دي نشوف هو الكالبر بتاعه شكله ايه، واذا كان هيبقى ده سي تي او ريفاسكولاريزيشن ويتفتح بالتولز والادفانس تكنيكس بتاعته. رايك ايه انت يا محمد سليم؟ والله ناو وي ار ديلينج وذ ذا كيس اوف سي تي او كرونيك ستيبل انجينا، مش كده يا دكتور وليد؟ يعني هو خلاص الوقت ده في الحاله دي خلاص ما عادش فيه ده مش اكيد كرونيك ستيبل انجينا، هو دلوقتي ايفورت انجينا بلس تمام. فهو البيشنت ده انديكيتد على اساس ان هو عنده لسه ريفراكتوري انجينا، المفروض ان هو اون فول ميديكال تريتمنت. الحقيقه من الانجيو اللي كان ساعه الاكيو كرونيك سيندروم زي ما قال الدكتور احمد الديستال تو ذا ليما از فيري بور، يعني فيري اتينيويتد فيسل ديفيوزلي ديزيزد. So I will deal with this case for an attempt for anti-grade trial for opening CTO of the LED. لازم طبعا لما هنا لازم يبقى فيه contralateral injection مع الattempt ده واشوف لان انت كان عندك في اثناء acute coronary syndrome كان في زي faint retrograde filling to the LED. I think here محتاجين ان احنا نبص بصة تانية من حالة ال RCA ونشوف ال retrograde بتاع ال LED شكله ايه. بس طبعا شور هنبتدي بمحاولة anti-grade ونشوف اذا كان ينفع ريتروجريد بعد كده لو الانتي جريد فيلد. This is my opinion. يعني راي حضرتك اللي احنا نحاول في النيتف باعتبار ان هو افضل من الجرافت. على حسب الله اعلم المنظر، هل بقى ساعتها كان مع الاكيو كورونري سيندروم في ديفيوز فازو سبازم في بروثرومبوتيك ستيت، لكن لو نفس المنظر برضو هنا في الالكتيف دلوقتي اعتقد ان احنا هنجو فور ذا نيتف ال اي. هي في نقطه هنا برضو ان انت الديستال يعني very end of the LED هو diffuse disease، فاحنا يمكن هنقيم يمكن نحتاج الناحيين والتاني زي ما بنقول تمام شكله ايه دلوقتي. فانت الليما انستمول very distal والLED attenuated خالص. انا مع حضرتك اللي احنا حتى لو كده فاحنا نريفاسكرايز ذا distal third of the LED ونسيب البيزل والميد سيبتم ايفاسكولار زي ما هو الحال الوقت. وليد تهيألي انه الMPI هنا essential قبل ما نفكر نعمل اي حاجه. العيان يا دكتور هشام انجينا عنده انجينا والانتيرور وول هايبوكاينيتك سيفير لهايبوكاينيتك وفول ثيكنس مفيش سكارينج خالص والعيان الاي سي جي بتاعه اولموست نورمالايزد خالص. طبعا كلام منطقي اللي احنا نقدم من ريفاسكرايز سي تي او اللي احنا نتاكد ده فايبل ولا لا، لكن احنا عندنا اكتر من ايفيدنس ان العيان ده هاف مايبول هاز مايبول كاردين بيزد على السيمبتومز وعلى الاي سي جي وعلى بالنسبه اللي بيذاكروا بس يا شريف لحظه هنا انت ده سي تي او خلاص احنا صفحه السي تي او او الشابتر بتاعه هتقول لنا بالجي سكور بتاعنا اللي هو الجابانيز سكور قد ايه ان هو مثلا ده هل عشان هو اوستيال دي يزود السكور ولا لا، هل فيري لونج سيجمنت تزود ولا لا، مفيش بريفيوس اتيمبتس في كالسيفيكيشن، يعني ايه اللي خلاص احنا اتفقنا ده سي تي او. الاونلي الاونلي فاكتور موجود فيه من السكور هو اللونج سيجمنت اللي هي اكتر من 20 ملي، اذروايز مفيش كالسيفيكيشن مفيش ترش وسط واضح ان بروكسيمال ال اي دي مفيش بريفيوس اتيمب متهيألي في كالسيفيكيشن والستامب الستامب بلانت يا دكتور وليد متهيألي ولا عايزين فيو تاني ستامب هو الستامب بلانت بلانت خلاص لو حضرتك شايف كده يبقى ده اتنين ياخد ده اتنين الستامب اي ثينك في كالسيفيكيشن متهيألي البروكسيمال بارت شكلها ان هو مرسومه I think in the branches يا دكتور احمد الشادوز اللي بتظهر دي بتظهر مع الانجكشن ده شكلها مايوس yes. برانشز بس انا ادفايز بعدين سن صغير يا دكتور احمد ده جاست 45 ييرز فالعيان صغير ايوه مش هنسيبه احنا انا بس انا اقصد ان مفيش كالسيفيكيشن لان سنه صغير ونورمال لا للاسف ملهاش علاقه يا دكتور ريب برضه لكن هو مش لازم يعني لكن قصدي السي تي اعتقد هنا هيفيدنا لو شوف بقيه انت بتتكلم على حوالي 8 سم كلهم مقفولين I think ان هو محتاج بالذات بعد الليما لما تركبت حتى لو كان في اي فلو في الانتيريور ديسيندي قفل حضرتك شايف ان التو ماتش هيري بتاعه الباي باس دي مش هتعمل اي
misinterpretation في صور السي تي على الليما والالي دي هنا؟ لا لا قصدي بالادفانسد سي تي او زي دول كده واللي انت قصدي بالاوستيام وفيري لونج سيجمنت. الحقيقه يعني ميني اوبيرنز ليما بيعمل سي تي جايدد في القسطره نفسها في التكنيك ده اللي هو مثلا الجماعه بتوع كوريا واليابان وكده. الحالات زي دي اي ثينك بتفرق ما فيري لونج ما انتش عارف انت ماشي فين. السي تي احيانا بيدي لك انديكيشن. يعني استفدنا من حقنه الرايت كوروناري اللي الدكتور محمد كان اشار ليها دي ان في فعلا ريتروجريد فيلينج للجزء من الار سي اي اللي ال اي دي. حضرتك فدي ادتنا امبريشن ان السيجمنت مش طويله قوي. معلش ممكن تشغلها لنا تاني كده؟ ايه فاهم. الميدل سيجمنت بتاع ال اي دي ده مش باين من حقنه الليما انما في كونتراست فيلينج وي هاف ليومن اتليست في الميدل ثيرد كله بتاع ال اي دي. على اي حال مش نحكم الحقنه دي لان هو الرايت كان اصلا مقفول لكن فعلا ري ايفالويشن مطلوب. انما طبعا فكره السي تي فكره قيمه ومحلها ان احنا ناخد انفورميشنز اكتر عن ال اي دي ده والفرص السكسس بتاعته بالانتجريت ابروتش. اوكي هنا يمكن الاستامب بقت احسن شويه دكتور محمد. اشوفها كده يا باشا. طبعا ماتش بيتر ماتش بيتر طبعا في السبايدر ماتش بيتر. هنا طبعا دكتور ايدن بس عندي كومنت. هو واتس ديفرنت افتر ذا بي اس اي 6 مانس جو اند ناو؟ يعني هو الفاكتور انجينا قالوا لي هو نفس من ساعه الانترفينشن اللي فات يا شريف كان جاي بنان ستيمي كومبليكيتد بكاردوجينيك شوك ايجكشن فراكشن اند هي امبروفد هو ذا سيم وذ ذا سيم يوز الايجكشن فراكشن دلوقتي 45 تو 50 mild matter gerge he still have angina on effect وده manual worker وكان محتاج better function. So what's different between the all was symptom في كل هايبوكينيك قول يا شيخ عايز يحكي فقط. So what's different between the LED views 6 months ago يعني نفس المنظر بتاع ال LED ده ستيل هيكون هو نفس المنظر دلوقتي ايه الانجينا اللي حصلت؟ عشان كده بقول احنا عندنا ام سي اكس العيان ما بقاش بين فري وبعدين جات له الانجينا. هو الفانكشنال كلاس بتاعه حسن لكن ما رجعش للنورمال فستيل العيان سيمبتوماتايزنج. ما هو يا شريف افرض هو حتى لما عمل انجو لا كان في نيو سي اكس ليجن بتتكلم على ست شهور. عشان كده بقول في هنا عندنا سي اكس ليجن. احنا ليه مش بنبص على الاس اكس ليجن؟ ركز على الاي دي. هو من دكتور وليد شايف ان هو مش تايت يعني هو بيتكلم هو في عشان كده الام بي اي كانت فكره كويسه جدا ان هي هتشوف الفيابيليتي بتاع الاي دي وكمان في نفس الوقت برضو ان هي لو ما كانش في فيابيليتي ان هي حد هل بتدور انت الهدف من النيوكليير في الحاله دي to look for reversible ischemia or viability في ال LED territory. Viability في ال LED territory I think يعني it's the CTO فأعتقد ما أعتقدش إن هو ده اللي عمل المشكلة. تاني حاجة أنا شايف ال L6 looks يعني في هما الاثنين ديزيز بس هو وممكن هنا ناخد لو احنا ممكن نعمل FFR نشوف ال L6 دوت فعلا significant ولا لا بس أنا شايف إن ال L6 significant. شريف بص هما الاثنين بس هو دلوقتي خد كده من خبرتنا وزي ما وليد قال لك لما تلاقي المايوكارديوم از جاست هايبوكاينيتيك يعني الحقيقه ام بي اي هنا حتى لو قال لك ان ده نوت فايبل ما تصدقوش طالما ان هو هايبوكاينيتيك طالما فول سيكنس وفي موفمنت وفول سيكنس مفيش ممكن هايبر ممكن هايبرنيتنج كده. وليد معلش ممكن نرجع ست شهور قبل كده هو الامرجنسي ريدو باي باس ما كانش اوبشن مطروح يعني انا الحقيقه خاف جدا اخش اشتغل في رايت كورونري تقريبا ده الاونلي وركينج فيسل ال سي اكس وهو يعني احنا مختلفين هو ديزيز ولا لا يعني دخول الرايت كورونري هنا الحقيقه انا شايفه يعني بس هيعملوا هيحطوا جرافت على ايه مفيش اي لاندنج زون. خلينا نتكلم بس حضرتك بتتكلم يا دكتور هشام من ست شهور لما العيان جاي بنان ستيمي العيان ده كان باسنج انتو كارديجينك شوك ejection fraction كان 30% وحتى الحاله نون ستيمي بس هي مشكلته اللي انت عاوز لاندنج زون فانت الرايت الجزء اللي فاضل فيه كان قليل
وهو اللي مفيش لاندنج زون. هو الكالبريت يعني متهيألي ان الفيلم القديم اللي قبل الجراحه يقدر يفيدنا كويس اعتقد. ومفيش جراحه من غير ال اي دي يا دكتور هشام، واخد بالي؟ عشان كده انا بقول لك الفيلم حضرتك شايف ان ال اي دي ده جرافتبل يا دكتور هشام بيزد على الانجيو بتاعنا ده؟ الحقيقه مش عارف قوي يا دكتور وليد، هو يبدو انه اتنيويتد بس هم هو عمل جراحه ليه. ايوه هو مفيش مشكله في الجرافت يا جماعه، يعني انا اول مره اشوف العيان زي حضراتكم. لا لا هو دلوقتي جرافت كويس بس هو ديستالي هو دي يعني سيفيرلي ديزيز، فانت هتحط جرافت تاني على سيفيرلي ديزيز سيجمنت. وبعدين جرافت ايه العيان اوريدي عامل ليه، ما هتجيب له ايه بين جرافت وعنده 45 سنه يعني. طيب احنا بس عشان الوقت ما يسرقناش، فاذا كان في حاجه في الحاله تانية يا دكتور وليد. اوكي زي ما الدكتور محمد كان اشار ان احنا نستعمل دول انجكشن، فاحنا عملنا كده بس عملنا ثرو ليما عشان نشوف الديستال بارت من ال اي دي، فاحنا عاملين دبل كانيوليشن ليما بنجكت فيها وبنحاول نكروس انتجريت الواير. مشينا بيه لغايه الميد اي دي تقريبا لغايه الاناستموتيك سايت. Which wire دكتور ريد؟ بايلوت 50 يا دكتور محمد، اول واحد بعد ابتدينا ستيب وايز كده بي ام دبليو ما عداش، خدنا بايلوت 50 ده اللي كان متاح ساعتها. تمام يعني انت ايه ممكن نتكلم لو هو سي تي او ازاي نمشي ستيب وايز في الوايرز لو كلها افيلبل بعد ما نخلص لو في وقت. يعني انت دخلت الحمد لله العيادة هناك انتي جريد تو ريكنلايز اللي دي. انا بس عاوز اقول لك برضو حاجه من خبرتنا، احيانا يكون في الديستال بيد اللي دي اتنيويتد ورهيبه جدا، لكن تلاقي عنده مثلا دايجونالز كويسين، فحتى دول ممكن يساعدوا العيان بارك يعني احيانا. هو ده يا دكتور احمد اللي حضرتك بتقوله بالتمام، اللي احنا قلنا نفتح النيتف افضل من ريفاسكرايز الليما عشان ريفاسكرايز البيزل والميد سيبتم بتاع العيان ده، ويمكن يكون في دايجونالز كبيره. دكتور وليد احنا محتاجين احنا دكتور وليد اتفضل يا بيه، انت بتحكي كونتر لاترال من ليما؟ خلاص انا كان في الاول بس لغايه ما اطمنت ان الواير بتاعي ديستالي في ترول يومن، بعد كده خلاص ما عادش بقى يعني انت داخل دلوقتي ديستال واير في ال اي دي. لا ده ال اي دي، ال اي دي يا كروشام ده ال اي دي يا حبيبي. ايوه واخد بالي، بس الكونتر لاترال بتاعنا منين؟ داخل باي كيمورال ولا داخل حضرتك عايز تشوف ال لا 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 بس انت داخل باي فيمورال دلوقتي؟ حاليا باي فيمورال. طيب ما انت سين قدرت تفتحه، فوضع ان هو ما كانش يعني ايه فيري تاف من الحاجات اللي هي تبقى مثلا فيري لونج ديوريشن. البايل 50 يعني ذا انيشال ستيب. بص يا دكتور احمد احنا راجعنا الفيلم بتاع العيان ده قبل قبل الباي باس، ال اي دي ده كان فيه مالتيبل ليجنز بس ما كانش سي تي او. اوكي فده ادانا امبريشن اللي احنا بنتكلم في ماكسيمم ليس ذان 1 يير. اوكي يبقى ده فلو ديبندنت لما كان قاعد الى حد كبير. فقفل خالص. عندنا دكتور عيد still you have only 3 minutes we have running out of time. اسئله كتير يا دكتور محمد. طب خلاص يلا. طيب احنا وصلنا للديستال ال اي دي، هنمشي بسرعه شويه. كويس قوي. انا كان مكان الاناستموتيك سايد عايزكم تشوفوا قد ايه كان في ريزيستنس للبالون تو بي ديبلويد عند الاناستموتيك سايد ده. تمام. تهيئ يا دكتور عيد والله. كويس. وبعدين عملنا سنتنج للمد والبروكسيمال ال اي دي. تمام شفت المنظر؟ And now we have reasonable LED. صح، والجزء الديستال ده ما ينفعش يتلعب فيه، هو كده حلو قوي. بس عارف بقى شوف كام دياجونال اشتغل. LED كبر قوي عن ما كنا متخيلين. طبعا. وبص بقى على السي اكس يا شريف، يعني هو في ليجن لكن ايه ال LED اهم الحقيقه العيان، هو برضه يتعمل بس ال LED كان اهم. صح. وزي ما احنا شايفين الانتير وول فايب والهارت سمومنج في جود واي. خلصنا الانترفنشن. اخر ثيوريتيكال كومنت قبل ما نخلص الاثنين دكتور محمد قال لنا نمشي العيال على انتي بليتس دول انتي بليتلت قد ايه. عندنا تو سكورز بنستخدمهم ودي اخر حاجه عايز اقولها قبل ما اقفل الحلقه، ولازم نفرق بينهم البريسايز داب والداب. الستاندرد في الاكيوت كورنري سيندرومز هم 12 مانث، متفقين 12 مانث. البريسايز دابت ده اللي بناخده ساعه الانترفينشن عشان نحدد هنمشي 12 مانث ولا اقل من كده. ف
فهو البريسايز دابت فور شورت دابت اللي هي من 3 الى 6 شهور، يعني بندور على فاكتورز فور انكريز بليدنج، فنلاقي ان الماركرز اللي بيعتمد عليها البريسايز دابت ماركرز اوف بليدنج، هيموجلوبين وايت بلاد سيلز ايج كريات كليرانس براير بليدنج. وكل ما زاد الدابت بريسايز دابت معناه ان البليدنج زايد، معناها ان احنا هنمشي فور شورت دابت يعني من 3 ل 6 شهور، عشان ما يبقاش فيه عندنا كونفيوجن ما بين التو سكورز. فالبريسايز دابت از السكور فور بليدنج، وكل ما زاد معناه البليدنج انسيدنس هيزيد، معناه ان احنا نقصر الدول انتي بليتد. على العكس الدابت سكور ده الفاكتورز بتاعته معتمده على الريسك اوف ثرومبوزس مش بليدنج، عكس البريسايز دابت سموكينج دايابيتس ام اي براير بي سي اي ستنت قد ايه هارت فيلير فينجرافت، كل الفاكتورز دي معروف ان هي بتزود الانسيدنس اوف ستنت ثرومبوزس. وبالتالي كل ما زاد الدابت سكور كل ما زاد احتماليه الثرومبوزس، كل ما ادالك فرصه ان انت تزود الديوريشن اوف انتي بليتليت بعد الستاندرد 1 يير، يعني ممكن تخليها اب تو 30 مانث. ودي اخر سلايد. الستاندرد زي ما قلنا هي 12 مانث طالما الريسك اوف بليدنج از نوت هاي بيزد على اي بليدنج سكور هاز بليد بريسايز دابت اللي بنتكلم عليه. لو فيري هاي ريسك اوف بليدنج بنتكلم في 6 شهور اسبرين بلس تيكا اور اسبرين بلس كلوبيوجريل، لانما لو الريسك اوف بليدنج از لو هنا ممكن تستعمل كمان البراسو جريل، ما تستعملش براسو جريل ابدا لو الريسك اوف بليدنج از هاي. والستاندرد 12 مانث، بعد 12 مانث هنعمل الدابت سكور. لو الدابت سكور قال الريسك اوف ثرومبوز عالي والريسك اوف بليدنج قليل ممكن تكمل اكتر من 12 مانث، لكن الكلاس ده جاست تو بي اتس بوسيبلي فاليو. اند ثانك يو فيري ماتش. شكرا دكتور احمد. شكرا يا جماعه. شكرا دكتور وليد. فيري wonderful presentation، سواء التكنيكال tips and tricks اللي فيها، سواء theoretical knowledge. مشكور يا دكتور وليد، محاضره رائعه. وهناخد من حضرتك اخر سلايد تكون very good introduction لمحاضره الدكتور هشام، وبعد كده بقى هنفتح الكلام والديسكشن بعد محاضره الدكتور هشام بيه. اتفضل دكتور هشام. هو انا بس كنت عايز اسال الدكتور وليد اللي عيدته الايكو تاني ولا لا؟ العيان حاليا يا دكتور هشام almost normal. كويس كويس، تخيل والله يعني منتهى الشجاعه الدخول الحقيقه. هو عايز اقول لحضرتك ده بقاله 5 years. ايوه والله تسلم ايديك دكتور هشام. تسلم ايديك. تسلم ايديك دكتور وليد. دكتور هشام استاذنك تفتح الشير سكرين. جرين لاين تحت في شير سكرين، حاجه ممكن تدوس عليه كده. طلع عند حضرتك ولا لا؟ لا لسه. حضرتك هتدوس عليه واختار البرزنتيشن او اختار السكرين بتاع حضرتك. حضرتك دوست على سكرين شير سكرين تحت في جرين شير سكرين تحت الفاجر. حضرتك دوست عليه؟ اه مكتوب. لا ما ظهرتش. لو حضرتك تدوس بس على الشير سكرين هيظهر على طول. حضرتك لما تدوس عليه بيظهر ايه؟ دكتور وليد احنا متشكرين على المحاضرة القيمة جدا واللي هي كيس بيزد على فيري تشالنجينج. واحنا بس هنحتاج اف يو كان بعد كده ان احنا بيجي لنا طبعا احنا بنعمل زي ارشيف للي احنا الحاجات اللي بنقدمها، هتبقى تبعت المحاضرة دي لشريف بليز. كده دوست على شير سكرين يا دكتور. لا هو لسه ما ظهرش الشير سكرين. حضرتك بتدوس عليه أو ما تدوس عليه تختار منه السكرين. اختار البرزنتيشن. اختار البرزنتيشن او اختار سكرين. ممكن يبقى اللابتوب احنا شايفينه. ايوه ايوه اوكي أيوة. اوكي, أوكي. حضرتك بقى ممكن تعمل بس تكبر الصوره. اوكي تمام كده.
تمام تسلم. دكتور وليد ودكتور هشام، واحنا برضو شريف اللي هو اللي قدمه الاسبوع اللي فات، يعني ايه لان هو في ريكوست هنا كتير قوي من الناس، فاحنا بليز لو مفيش مانع يعني دكتور وليد ودكتور هشام هيبعتوا لك برضو المحاضرات اللي قالوها، وبعدين احنا هنوفرها للكانديدز باذن الله. طبعا احنا بتشرفنا معاه في الميتنج، وده جزء من الديوكيشن تراك بتاعنا. ويلكم تو زي educational part of the Egyptian Forest Board of Intervention. شكرا دكتور احمد، والف سلام على حضرتك، ومعلش والله انا اسف، انا من فيسبوك ثاني يعني. لا, لا لا بس على فكره سي ان ان برضه نزلتها يعني. ايوه. الوحيد اللي ما كلمنيش هو فلاديمير بوتين. الحمد لله. دكتور محمد سليم، اهلا وسهلا. دكتور شريف، دكتور وليد، الحقيقه شرفني. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. موضوع النهارده الحقيقه موضوع مهم قوي، وهو ايه الانتي ثرومبوتيك ستراتيجيز في الهاي بليدنج ريسك بيشنت افتر بي سي ار. الحقيقه الموضوع ده هو نص موضوع مهم تاني قوي، وفي الموضوع العكس بالظبط، ايه الانتي ثرومبوتيك ستراتيجيز في الهاي ريسك بيشنت of thrombosis after PCR. يعني ده الموضوع الوش الثاني من الموضوع. وان شاء الله اذا كان هيبقى في متاح لينا فرصه ان احنا نقدر نقوله في مره قادمه باذن الله تعالى. الحلقه اللي هنقولها النهارده هي فتحه كده لبدايه الموضوع، وهو عندي 44 year old lady مدام اتش. الحاله دي على فكره كيس ريل كيس، كانت بتتعالج مع احد الدكاتره استاذ فاين شامس. هي دايابيتك وستيل منسترويتنج نون تو هاف ريجولار تريتمنت انكلودنج الداف. دكتور شريف، وانا اقدر اشيل الصوره من على الجنب معلش عشان دكتور شريف. هي حضرتك هي ممكن تاخدها من فوق كده بتنزلها دكتور هشام في مينيمايز عليها زي لما بتنزل الصور كده او اي حاجه على الصغير خط صغير كده. اوكي تري الماوس ونزلها تحت خلاص كده تمام. تو هاف العيانه عندها اسكيميك هارت ديزيز وماشيه على طريقه التريتمنت انكلودنج ذا كومبلينينج اوف انكريز البليدنج دورينج المنسز، والهيموجلوبين بتاعها نزل ل 10 جرام، والجي اف ار عملته كان 45. في اخر سنتين ابتدى يجيلها فيتريس هيمرج وذ مالتيبل ليزر فور ريتينال ديتاتشمنت. هاويفر الكارديك دكتور رفض ان هو يوقف الدم وقال لها لا يو ار اسكيميك وده مش ممكن اقدر اعمل كده، وهو ادفايز هير انها تعمل حاجه من الاثنين، يا اما سي تي انجيوجرافي يا اما كرونري انجيوجرافي. البوسيبيليتي بقى انها لو هيبقى في انترفنشن او كده، والحقيقه هي جت لي لانها كذا مره تروح تعمل تحاول تعمل سي تي انجيوجرافي كل مره يطلع التبريد. العيانه دي في العرف العام هي هاي بليدنج ريسك بيشنت. ده دخلنا في الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وهو ازاي نقدر نتعامل انتي ثرومبوتكس في الهاي بليدنج ريسك بيشنت. موضوعنا النهارده هيبقى فيه خمسه بوينتس هنتكلم عليهم. الارك ديفينيشن على الهاي بليدنج ريسك بيشن، ايه هو الديفينيشن بتاعه؟ الانتي ثرومبوتيك ثيرابي في النيتف فالف والاتريال فيبريليشن بيشن بوست بي سي اي، يا ترى الدوات الدبل اورال انتي ثرومبوتكس ولا التوات اللي هم التربل. الستنت ترايلز في الهاي بليدنج ريسك بيشنز، هل كل الستنتس كلها زي بعض ولا في انواع معينه مفضله فيها؟ الساب هل السنجل انتي بليتليت ثيرابي في الهاي بليدنج ريسك بيشنت هل ليها رول هنا؟ وكود اسبرين دي جاست كونفايند للبيري بروسيدورال بيريد الشهر الاولين. ال دي اسكاليشن للبي 2 واي 12 وين. اول نقطه اللي هو الارك ديفينيشن للهاي بليدنج ريسك بيشنت، وزي ما حضراتكم شايفين ان ده الحقيقه كان كارنت اوبينيون مهم جدا للEuropean Society of Cardiology، لأنه defining the high bleeding risk patients undergoing percutaneous coronary intervention the consensus documented from the academic the ARC academic research cholesterol for high bleeding risk. و very eminent الحقيقة اشتركوا ده ليب أربان، روكسانا مهران، مارتن ليون، ماري كلود. الحقيقة كان very important ومرجع هاي
ريفيو. والرسمة دي لطيفة جدا، مين العيانين اللي هم هاي ريسك، الايج لو اكتر من 75، لو في حاجات كوموربيتيز زي رينال ديز، ليفر ديز، اكتف كانسر، لاب حاجات الانيميا واللو بليتد كاونت، الناس اللي سي ان اس عندهم انتراكرام هيموريدج او اي في مالفورميشنز، بليدنج ذا بليدنج هيستوري، بليدنج دايسيس، ترايل بليدنج او ترانسفيوجن، العينين الايتروجينيك اللي ماشيين على اورال انتي كواجلانتس، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، بلان سيرجي اون دات او ريسنت تروما او سيرجي. وخلصوا القصه في ان هم ابتدوا يقسموا العيانين اللي عندهم الميجر او الماينر كرايتيريا فور هاي بليدنج ريسك ات ذا تايم اوف بي سي اي. حطوا الميجر كرايتيريا الحقيقه فيري امبورتنت ان احنا لازم نبقى عارفينها. العينين اللي انت anticipated to use long term oral anticoagulation AF او كبينات الفال، العيان اللي عنده severe او end stage chronic kidney disease GFR اقل من 30، لو الهيموجلوبين اقل من 11، لو في spontaneous bleeding، لو في moderate severe baseline thrombocytopenia, chronic bleeding diasis, liver cirrhosis, active malignancy, previous spontaneous intracranial، مهم قوي spontaneous intracranial hemorrhage، او يكون جاله تروماتيك في خلال السنه الاخرانيه في 12 months. Non deferable major surgery on that recent major surgery or major trauma within 30 days before PCI. دول كلهم الميجر كرايتيريا. الماينر كرايتيريا لو سن اكتر من 75 سنه، لو الجي اف ار ما بين 30 و 60، الهيموجلوبين في الرجاله ما بين 11 وال 13، وفي الستات ما بين 11 وال 12. Spontaneous bleeding requiring hospitalization. Long term use of non-steroidal anti-inflammatory. Any ischemic stroke of any type not meeting the major criteria. وقالوا ان احنا علشان نقدر نحط العيان في الكاتيجوري بتاع الـ high bleeding risk لازم يبقى عندنا اما واحد major او اثنين او اثنين من الماينر. يبقى اما واحد ميجر او اثنين ماينر. طيب هنبتدي المحاضره بتاعتنا بان احنا نقول كده عرفنا الارك ديفينيشن للهاي بليدنج ريسك بيشنت. طيب اول جزئيه بقى او ثاني جزئيه اللي هي الانتي ثرومبوتيك ثيرابي في النيتف او الاترال او الانتربريتيشن بيشنت بوست بي سي ار، يا ترى الدوات ولا التوات ايه اللي هنعمله فيه؟ العيانين لو مشينا على التريبل ثيرابي الاورال انتي كواجلانتس والاسبرين والانتي بليتلتس هيبقى عندنا مشكله في الهاي بليدنج ايفنت ريتس والبليدنج كومبليكيشن ريتس والمورتاليتي. علشان كده كان في ديفرنت ترايلز الحقيقه ان احنا نختصر دول على الديوال انتي بليتلت ثيرابي. هقول لحضراتكم اربعه ترايلز النهارده مشهورين قوي. اول ترايل وهي الحقيقه مشهوره جدا وكل ما نيجي نفتح موضوع الهاي بليدنج ريسك بيشنتس دول لازم بتلاقيها في كل يعني كل برزنتيشن هي الويست الويست ترايل. وليه؟ لان هي اقدم واحده، هي ابتدت 12 في اللانسيت في 2000 فبراير 2015 2013 وكانت على صحيح العدد بتاع العيانين كان محدود شويه ما كانش عدد كبير، كان اشتغلوا على 573 عيان، كانت سمول ترايل لكن الحقيقه كان البنفيتس فيها عاليه جدا وكان اول فتح بالنسبة لفكرة ان احنا نستعمل الدبل ثيرابي جروب. زي ما حضراتكم شايفين ان خدوا فيتامين كي انتاجونست واسبرين وكلوبيدوجرال كان البليدنج ريسك فيهم حوالي 45%، لو شلنا الاسبرين نزل البليدنج ريسك 19.5% من غير ما يحصل اي انكريز في الثرومباتيك ايفنتس. النتيجة دي الحقيقة فتحت باب كبير قوي لاستعمال أفكار تانية زي النوايكس، وابتدت تخش بدل ما احنا نستعمل فيتامين كي انتاجونس ابتدينا نستعمل الأذر نوايكس. وكان أول ترايل هي الريديوال بي سي آي ريليتد سيفتي أند إفكاسي، وكانت استعملوا الدابيجاتران. والدابيجاتران الستادي دي كانت فكرتها لطيفة جدا، تعديل الريجيمن الطبيعي اللي هو المعتاد اللي هو الورق اللي هو الدي 2 واي 12 والاسبرين. خلي بال حضراتكم كل الترايلز اللي احنا بنتكلم عليها في الهاي بليدنج ريسك بيشنتس كلهم بتستعملوا الكلوبيدوجرال، كل الترايلز بتستعمل الكلوبيدوجرال ما عدا ستادي وحيده بس هي اللي اول ما اللي هي اتكلمنا فيها على التيكاجرال.
وكان الريجيم التريبل دوت بيقابل له تو ريجيمز ثانيين، واحد ده بيكتران 150 ملي جرام توايس بير داي، والكلوبيدوجرين فيرسس ال 110 ده بيكتران والكلوبيدوجرين. وكان بيستنوا العيان لمده 5 ايام بعد البي سي اي، وابتدوا يشوفوا كان الريزلتس بتاعتنا، كان الريزلتس كلها بوضوح شديد ان الفيتامين كي الدايجنوست كلها كانت أسوأ بكتير قوي من الدابيجاتران الجرتين ال 110 وال 150 ده في التيمي ميجر والماينر بليدنج. الانتراكينال هيمرج بوضوح جدا الدابيجاتران ال 150 وال 110 كان اقل من الورق. مع ملاحظه ان مفيش اي زياده في الانسانس اوف ثرومبوس، كان الاثنين كانوا زي بعض، كان نان انفيرور. وبالتالي كان الكونكلوجن من ان ديت ان استعمال الدابيجاتران بالدوز بتاعته 110 و 150 بلس الكلوبيدوجرين احسن وافيد كتير للعيان من الفيتامين كي انتاجنس التريبل سيرم. ابتدى نخش بقى تاني على الواحد تاني من الواكس اللي هو الزرلتو. والزرلتو هنا كان فيه ثلاث طرق للاستعمال، يا اما الفيتامين كي انتاجنست بلس الكلوبيدوجرين بلس الاسبرين، او الزرلتو بلس الكلوبيدوجرين دبل بس الاثنين، وكان ماشيين هنا الزرلتو 15 ملي جرام، او تريبل ثيرابي بس بطريقه ثانيه مختلفه، الزرلتو 2.5 مرتين في اليوم بلس الكلوبيدوجرين بلس الاسبرين. وكان الراندمايزيشن بيتعمل للعيانين هنا مش بعد 5 ايام 120 ساعه، لا بعد 72 ساعه من الشيز ريموف. الملحوظ جدا ان البليدنج كان اقل بوضوح جدا في الجروب اللي هو الزرلتو او الريبروفستان 15 ملي جرام مع الكلوبيدوجرام، كان اقل حاجه، يليها الترابل اللي هو 2.5 مرتين في اليوم مع الاسبرين مع الكلوبيدوجرام، واسوأهم كان الترابل ثيرابي اللي هو الفيتامين كي. دي كانت البايونير اي اف بي سي اي ترايل. وزي ما حضراتكم شايفين أسوأهم البليدنج ريسك كان عالي قوي في الجروب اللي هو الفيتامين كي انتاجونست واخد الدال، ويليهم الفيتامين كي انتاجونست والريفا 2.5 ملي جرام والاسبرين، واحسنهم كان الريفا والبي 2 واي 2. رابع ترايل اللي هي الاوجستس ترايل. الأوجستس ترايل كان بيتفقوا من الأول على إن إحنا هنستعمل الكلوبيدوجرين، وقسموا العيانين لسكتين، الجروب خد الأفيكسافان وجروب خد الفيتامين كي أنتاجونست، والجروب كل جروب منهم الأفيكسافان كان بيتاخد توايس بير داي، كل جروب منهم جروب خد الأسبرين وجروب خد بلاسيبو، والفيتامين كي أنتاجونست برضو كان جروب منهم خد الأسبرين وجروب خد بلاسيبو. ولقينا انه الجروب الوضوح قوي الجروب بتاع الافيكسافان كان الفرق في البليدنج فيه كان واضح جدا، كان اقل كتير من البيتا فيتامين كي انتاجونست الماريفان، والجروب اللي خد اسبرين كان البليدنج فيه اكتر من الجروب اللي ما خدش الاسبرين. وطلعوا بالكونكلوجن من اوجستس ترايل ان البيشنت ويز اتريال فيبريليشن اند ريسنت اكيوت كورونري سيندروم اور بي سي اي تريتد ويز B2Y12 inhibitor and hence thrombotic regimen that included apixaban without aspirin resulted in less bleeding and fewer hospitalization without significant differences in the incidence of ischemic events than regimens that include a vitamin K antagonist, aspirin, or both. دي كانت تاني point. طيب يا ترى الستنت ترايلز هل في ستنتس معينة احنا بنفضل ان احنا نستعملها الشغلانه بتاعت الهاي بليدنج ريسك بيشنت؟ في ستنت بريفرنسز معينه؟ طيب احنا الحقيقه المتعارف عليه انه البير ميتال ستنتس دايما لما بيجي لنا عيان وعنده ليفت مين ديزيز بنقول، او عنده فيري كريتيكال ليجن وداخل يعمل جراحه ثانيه او كده، بنقول نستعمل البير ميتال ستنت علشان المده الدي وان انتي بليتلت ثيرابي هنا بتبقى جاست 1 مانث. هل البير ميتال ستنت امبلانتيشن ستيل جاستيفايبل ان هاي بليدنج ريسك بيشنتس اندرجوينج بيركيتينيوس كورونري انترفنشن؟ الاجابه الحقيقه ابتدت تتغير شويه في اخر خمس سنين.
ابتدينا في عندنا ستنت اللي هي الكبرى بوليزين اف. دي ستنت الحقيقه بيرمنتال ستنت لكن ليها ريزلتس مختلفه. وفي اليورو بي سي ار الحقيقه اللي هو كان من سنتين 2018 عرضوا ريزلتس حلوه قوي للاي كوبرا ستادي. والكوبرا ستنت هي عباره عن ان هي ستنت كوبالت كروميوم الستراتيك بتاعها قليل جدا 71 مايكرومتر كروسنج بروفايل 3 دايمتر 89 ملي من 100 مليمتر. ليها التكنولوجي هي عباره عن نانو كوتنج بالبوليزين اف جاست كوتنج كده وليها دايمتر مختلفه واللينس بتاعها لحد 30 مليمتر. المميزات الرئيسيه فيها ثلاث مميزات الحقيقه: رابد ناتشرال هيلينج نو تريجر اوف انفلاميشن. اهم نقطه فيها الثرومبو ريزيستنس الانسنس اوف ثرومبوزس فيها قليل قوي. والثلاث مميزات بوضوح لما بقارن ما بين ادي المالتي لينك فيجن والكوبرا هتلاقي الانسنس اوف ثرومبو ريزيستنس فيها عالي ما فيش تريجر اوف انفلاميشن لان هي كوتد مش ما فيهاش بوليمر وفيها رابد وناتشرال هيلينج. فدول الثلاث مميزات اللي خلوا الحقيقه الستنت اللي هي الكوبرا دي خلاها تاخد FDA approval ومش بس FDA approval لا ده كمان في الدايابيتك بيشنت. والترايل اللي هي ال 12 في 2018 في اليورو بي سي ار كانت على الكوبرا ترايل ودي قعدت سنه واستعملوا فيها البوليزين اف اللي هي الكوبرا بوليزين اف ستنس وخدوا جروب من العيانين. الحقيقه العيانين دول كانوا كلهم بيخشوا تحت نطاق الهاي بليدنج ريسك. تلت العيانين دول كانوا بياخدوا اورال انتي حوالي 30% منهم كانوا بياخدوا ماشيين على اورال انتي كواجلنتس وكانوا كلهم مش كانديد لان هم يتعمل لهم دراج ليدنج ستنس. العيانين دول كان كلهم الايج الافرج ايج بتاعهم كان 67 سنه زي ما قلت لحضراتكم 30% منهم كان على اورال انتي كواجلنتس. والريزلتس اللي طلعت الحقيقه دول عدد الستنس اللي ركبت 1314 ستنس كوبرا. الريزلتس بتاعتهم الحقيقه بعد متابعه سنه كانت الانسف تارجت ليجن ريفاسكوليشن 4.3% والليت ستنس ثرومبوزس كان جاست 3.1%. وعلشان كده لازم حضراتكم لازم تبقوا عارفين البيرمتر ستنس الميزه الرئيسيه فيها من الديوال انتي بليتد ثيرابي قليله لكن التارجت ليجن ريفاسكوليشن عالي. الدراج ليجن ستنس عكسها التارجت ليجن ريفاسكوليشن اقل لكن الدبت لازم نمشي عليهم غالبا فورير. الكوبرا بتخش تحت ما يسمى البايوميتريك بوليزين اف وده بنستعمل الدبت لفتره صغيره جست مانس وتارجت ليجن ريفاسكوليشن الحقيقه النتائج بتاعتها هايله وده اللي خلى الفي تديها اللايسنس بتاعتنا وخلانا نقدر نستعملها في كل العيانين الهاي بليدنج ريسك زي ادفانسد ايج زي ما قلنا لحضراتكم. دي كوبرا ستادي كانت على الافرج ايج 76 سنه اللي خلانا نقدر نستعملها في المالجنسي اللي خلانا نقدر نستعملها في عيانين انيميك او بليدنج اللي خلانا نقدر نستعملها في عيان جاله ستروك ريسنت ستروك اللي خلانا نقدر نستعملها في عيان بلان سيرجري دخل سيرجري بعد اكثر من 1 مانث أو نقدر نستعملها في عيانين مركبين بروستاتيك بانس. طيب يا ترى ايه تاني نقدر نستعملها للست مدام اتش ديت؟ في الليدرز ترايل كانت لنا على البايو فريدم والحضر بي سي تي 2016 تقريبا ما كانش في قاعه واحده بتخلو من الكلام على البايو فريدم ستاند وهي كانت معرضه لنتائج 2 year outcomes of high bleeding risk patients after polymer free drug coated stents. برضه دي coated stents والستادي الحقيقه كان very important كان فيليب اردان وماري كلود وكان في جروب كبير قوي كان عارض النتائج بتاعتنا والهايبوست بتاعتنا كانت قايمه على 4 patients with high bleeding risk using 1 month depth just 1 month can the biofreedom drug coating stents be shown to be as safe as more effective than Giselle bare metal stents. وكان الليدر ستادي كانت عملت الترايل كان بيقارن ما بين البايو فريدم
Rakuten instance will resolve bare metal instance. We do that just 1 month best, followed by long term set. وكانت النتائج بوضوح شديد بعد سنة كان واضح بوضوح شديد إن الدراب كوتينج ستانس كانت الإفكاسي بتاعتنا much more better عن البير ميتال ستانس والسيفتي بتاعتنا والإنسنس وفي سي سيجمنت أو إم آي أو ديسك كانت أحسن من البير ميتال ستانس وبعد سنتين النتائج برضو قدرنا نتأكد إنها كانت نفس النتائج كانت أحسن كتير الدراب كوتينج ستانس كانت أحسن من البير ميتال ستانس وده ادينا الكونكلوجن ان الليدرز فري از ذا فيرست راندومايزد كلينيكال ترايل ديديكيتد تو هاي بليدنج ريسك بيشنتس such patients are often excluded from the stent and drug trials constitute a rapidly growing population of PCI candidates and suffer high event rates together with 1 month only that course the use of biofreedom drug coating stents was both significantly safer and more effective than control bare metal stents in high bleeding risk patients. طيب يا ترى احنا لازم نستعمل دولت لا احنا عندنا two trials كمان على انواع جديده من الستنتس الحاجه الحلوه قوي الاونكس 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 الستنت اللي احنا دلوقتي بقينا نستعملها في ترايل اللي هي الاونكس 1 وابتدوا يعملوا جلوبال ستادي ديزاين كانت عباره عن انهم خد الاونكس اللي هي ريزوليوت اونكس التيرالوجس وابتدى يقارنها مع البايو فريدم دراج كودنج ستنتس وابتدى يديهم الديوال انتي بليتلز جاست فور 1 مانث وشاف النتائج لمده وابتدى يتابع النتائج دي لمده سنه بعد سنه زي ما قلت لحضراتكم الجروب ده كان في الهاي بليدنج ريسك بيشنت وبعد سنه ابتدى يشوف النتائج البايو فريدم كان الانسنس بتاعتنا في الكارديك ديس ام اي او سيجمنت كان 16.9% بينما في الريزوليوت كان 17.1% كان الديفرنس 2.1% فكان النتائج بتاعت الاونكس non inferiority inferiority endpoint وطلعنا بالسامري ان الاونكس 1 is a contemporary trial first trial دي اول trial حقيقه comparing the drug eluting stents versus the drug coating stents investigating 1 month depth very complex high bleeding risky patients and lesion population among the high bleeding risky patients دول treated with 1 month depth after PCI resolute onyx was as safe and effective as biofreedom. Resolute onyx had improved angiographic outcomes and greater device success post PCI. آخر حاجة هي استعمال الدراج كوتد بالون for treatment of de novo coronary artery lesions. ودول ال DPOT trial ودي كانت بتقارن الحقيقة ما بين الدراج كوتينج بالون مع البير ميتال ستنتس وكان مطلع النتائج ان اليوز اوف باكليتاكسل بيس كرادري دراج كوتينج بالون واز سوبيرير تو بير ميتال ستنت امبلانتيشن امونج بيشنتس اندر جوينج دي نوفو بي سي اي اند هاي بليدنج ريسك اربعه ترايلز الاربعه ترايلز حلوين قوي واربعه اوبشنز نقدر نفتكر ان احنا مدام اتش نقدر نستعمل معاهم اذا ريكوبرا او البايو فريدم او الاونكس ستنتس الجديده drug coating the biofreedom, drug eluting the onyx, so feed drug eluting balloons that are balloons. رابع item بتاعنا ان هو هل نقدر نستعمل single antiplatelet therapy في العين في العينين دول ونخلي الاسبرين بس just للشهر الاولاني بتاعنا عندنا two trials واحدة منهم على الكلوبيدوجرام وواحدة منهم على التيكاجريلو على التيكاجريل الكلوبيدوجريل اللي هي ال 1 مانث ديوال انتي بليتلت ثيرابي فور باي كلوبيدوجريل مونوثيرابي فيرسس الستاندرد اللي هم ال 12 مانث ستوب ذات كان ترايل حقيقة قوية جدا عملوها على الكوبالت كروميوم ايبرونيس ايوتنج ستانس امبلانتيشن وخدوا البيشنتس التراديشنال بتوعنا الكلوبيدوجريل والاسبرين لمده 12 مانث فيرسس لمده شهر الديوال انتي بليتلتس وبعدين بقيه السنه كان كلوبيدوجريل بس والحقيقه كانت الترايل النتائج بتاعتها كانت هايله كان ادي الفروقات النت كلينيكال بنفيت النت يعني محصله كل الحاجات البليدنج مع البليدنج مع الانسرس اوف ديسك والام اي والستروك كان النت ريزلتس في الاثنين كانت احسن في صالح ال 1 مانث ده وكمل ب 12 شهر بعد versus اللي واخدين ال 12 months ده
طيب as regard بقى ال insults ام اي وسترو كانت الاثنين كانوا النتائج بتاعتهم ممكن زي بعض وكان النتائج الحمد لله نون انفير. الحاجه البليدنج طبعا بوضوح شديد ان اللي خد لمده شهر بس ده ثم كمل بكوليد بجيل كان اقل من اللي مشي على 12 شهر ده. ودي كانت الريزلتس بتاعت الستوب ديبت وقالوا ان 1 مانث ديبت فولد باي كليفيدوجرال مونوثيرابي بروفايدد ان ات كلينيكال بينيفيت فور اسكيميك اند بليدنج ايفنتس اوفر 12 مانث ديبت ويز اسبرين اند كليفيدوجرال افتر كوبلت كرانيوم ايفرنال مسيوتنج ستنت امبلانتيشن. The benefit was driven by significant reduction in bleeding events without increase in ischemic events. لأول مرة يظهر التيكاجرلول من أول ما اتكلمنا المحاضرة ما فيش ذكر للتيكاجرلول. إحنا عندنا في مصر الكلوبيدوجرال وعندنا التيكاجرلول والحقيقة التيكاجرلول مش محاضرته النهاردة مش ده للعيان اللي استعمله لأن التيكا هو دواء قوي جدا فدايما كل الترايلز اللي فاتت كلها بتستعمل الكلوبيدوجرال. لأول مرة نبتدي في ترايل اللي هي التوايلايت التوايلايت اللي هي ضوء الغروب كده او ضوء اللي يعني يدوبك حاجه صغيره كده ضوء شمع وده كان امل بالنسبه للتيكا ان هو يخش في الترايل دي الحقيقه. التيكا استعملوه لمده هو الدي والانتيبيتس لمده 3 شهور وبعدين قسموا لتو جروبس. جروب خد التيكا والاسبرين لمده 12 شهر وجروب تاني خد التيكا وبلاسيبو لكمال 12 شهر وابتدوا يشوفوا هل في فرق ما بين الاثنين ولا لا. هفكركم بالفرق اللي هو التقسيمة البليدنج ريسك لان هم البرايمري اند بوينت كانت في العينين دولت كان على البارك 2 و 3 و 5. البارك عباره عن ان هو اي عيان جريد 0 يعني مفيش بليدنج جريد 1 البليدنج خفيف قوي وتولربل جريد 2 ان كلينيكالي اوفر سايز اوف هيموج واضح وبيحتاج ان هو يخش الهوسبيتاليزيشن. Type 3 هو ده المهم بالنسبة لنا بيتقسم ل A و B و C. A ده إن يحصل decrease للهيموجلوبين من 3 ل 5 جرام يقل 3 ل 5 جرام. B إن ينزل الهيموجلوبين لأقل من 5 جرام. C إن يحصل intracranial hemorrhage. 4 يحصل definitive cathage و5 غالبا ده probably fatal bleed. فكانت الريزلتس بتاعتهم من primary endpoint بيشوفوا البارك 2 و 3 و 5 bleeding. لقوا إن بوضوح إن البليدنج أقل في الجروب اللي خد التيكا جرلول 3 شهور بس مش سنه كامله. طيب از ريجارد الافيكاسي بقى الافيكاسي الاثنين ذا سيم الحقيقه كان الاثنين زي بعض ما كانش في اي فروقات ما بين الاثنين از ريجارد الستروك والام اي. وطلعوا هنا بالكونكلوجن ان الهاي ريسك بيشنت هو underwent بي سي اي اند وير تريتد وستيكا جرلول اند اسبرين فور 3 مانس وذاوت اني ميجر ادفيرس بليدنج اور اسكيميك ايفنتس اند انتي بليتليت ستراتيجي اوف كونتينيوينج تيكا جرلول مونوثيرابي ريزلتد ان سبستانشلي ليس بليدنج ذان تيكا جرلول بلس اسبرين وذاوت انكريزنج الاسكيميك ايفنتس اوفر ا بيريد اوف 1 ويك. اخر بوينت بالنسبه لنا لمحاضرتنا الديسكاليشن للبي 2 واي 12 وين اند هاف. طبعا احنا هنا بنتكلم ديفينت يعني ديسكليشن ازاي نقدر نحول من واحد قوي لواحد اقل من غير ما يحصل اي ريسك. بليدنج ريدكشن ستراتيجي ديسكليشن سويتشنج فروم برازو او تيكا طبعا للكلوبيدوجرال از ستراتيجي تو ريدوس اللونج تيرم بليدنج ايفنتس وذاوت ا تريد اوف ان اسكيميك بروتكشن. كنا طلعنا بنتائج من الترايتون في البرازوبريل ان الكلوبيدوجرال اقل في البليدنج من البرازوبريل وده على مده شهر وده على مده سنه وفي البلاتو ترايل كان برضو نفس النتيجه بادريجال التيكا من الكلوبيدوجرال كان بوضوح الكلوبيدوجرال اقل في الشهر وعلى سنه وعلى اكثر من شهر. وكان الترايلز في الاولد ايج بالذات اللي فوق 70 سنه وزنان ستيمي اللي هي البوبولار ايج ترايل دي مشهوره جدا جدا كانت بوضوح ان البليدنج اقل مع الكلوبيدوجرال اكتر من التيكا ومن البرازوجرال. وزي ما حضراتكم شايفين انه البلاتو ميجر والماينر بليدنج كانت اقل مع الكلوبيدوجرال مع التيكا. وبالتالي كومبيرد للتيكا والبرازو ان ذا بوبولار ايج ترايل وي كونكلود ذا كلوبيدوجرال سيجنيفيكنت ليس بليدنج
clopidogrel similar to preventing thrombotic events. Therefore, we consider clopidogrel preferred treatment in patients after insana with non-ischemic acute coronary syndrome. طيب ازاي هاو دي ديسكالي؟ القصة سهلة جدا جدا، ما فيهاش اي صعوبة خالص. احنا عندنا واحد قوي جدا اللي هو التيكا، احنا هنتكلم على اثنين اللي هم التيكا والكلوبيدوجرال في الايرلي فيز وفي الليت فيز. خلينا نقول ان التيكا علشان نقلب من تيكا اللي هو القوي للكلوبيدوجرال لازم نعمل لودنج للكلوبيدوجرال، لان الكلوبيدوجرال لازم نديه وهو بيشتغل في اكتر فورم بتاعه. فعشان نحاول من التيكا في كل الاحوال اذا كان في الايرلي او في الليت لازم ندي الدوز بتاعتنا 600 ملي جرام، نستنى 24 ساعه وندي الدوز علشان يبتدي الكلوبيدوجرال يبتدي يشتغل. اذا احنا هنجيب بقى نحول من الكلوبيدوجرال للتيكا احنا مش محتاجين ندي لودنج دوز لو هو ليت او فيري ليت. طب في الايرلي، لا في الايرلي الحته دي فيها اسكيميك ايبيسودز كده وفيها ثرومبوزس، فلا يستحسن ان احنا لو هنشفت من الكلوبيدوجرال للتيكا ان احنا ندي اللودنج للتيكا اللي هو ال 180. يعني القاعده ان التحويل دايما من التيكا للكلوبيدوجرال لازم ندي لودنج دوز. في الايرلي احنا هندي لودنج كلوبيدوجرال، لو في الليت او الفيري ليت مش محتاجين ان احنا نعمل. Should we routinely de-escalate the B2Y12 inhibitors؟ الحقيقة مش مستحبة أي شغلانة. Identify the patients، بس احنا بنعمل ده امتى؟ Identify the patients that can benefit from de-escalation history of major bleeding. او عيان لو ابتدى بقى يجي لك العينين اللي هم يقول لك ببطش زرقاء كده في جسمهم كلها. البيشنت with high bleeding risk اللي هم بياخدوا oral anticoagulants، جالهم stroke، elderly patient with low ischemic risk. علشان كده دايما بحب اقول لحضراتكم ان المستحسن مش العيان يجي يقول لك دخل وتلاقي الممرض كده يديله تيكا ولا يديله فلابكس ولا كده. من الاول كده لازم النايب يبقى انت مفهمه. والله لما يجي لك عيان فوق 70 سنه وده هاي بليدنج ريسك او عيان عمل عمليه قبل كده وكده، يستحسن ان نمشي على الكلوبيدوجرال. لو عيان عنده احتمالات للثرومبوزس او ان هو يبقى فيه مشاكل زي الايرا اللي موجوده اليومين دول قصه الكوفيد دي، لسه حد كان من الزملاء جونيورز يعني بيحكي لي على ان هو حد من الدكاتره دخل ركب ثلاثه ستانس فوكال ستانس كده وفي عيان سسبكتد كوفيد وجاله بعدها باربع ايام الثلاثه مقفولين اكيوت ستانس. فالواحد يقدر يتخيل مين العيان اللي هيجيله بلابكس ومين العيان اللي هيمشيه على التيكا، مش الممرض او الافيلابيلتي للدواء هو اللي De-escalation commonly occurs in clinical practice. Routine de-escalation should not be recommended. Reasonable approach to reduce bleeding risk in selected acute coronary syndrome patients as an alternative to 12 months potent inhibition. لازم identify the patient at high risk of bleeding with low ischemic risk, adequately treat those clopidogrel. Correct the switching approach. Take a diamond, use a loading dose when switching from TICA. Avoid an early de-escalation. مش محبوب قوي حكاية الـ early de-escalation, but rather later de-escalation following the high thrombotic risk. Take home message للمحاضرة كلها. And according لل ARC, high bleeding risk definition, consensus, patient should be considered to be high risk, high patient, high bleeding risk, if at least one major or two minor criteria are met. In patient with native valve or AF and a recent acute coronary syndrome or PCI treated with a B2Y12 inhibitor and antithrombotic regimen that included NOAC without aspirin resulted in less bleeding and fewer hospitalization without significant differences in the incidence of ischemic events than regimens that included vitamin K antagonist, aspirin or OOS. Clinical بالنسبة للستنتات، في clinical scenarios where drug-eluting stents is not a good option and then cuprapolizine F may be a better option. Together with 1 month depth course, the use of biofreedom drug-coating stents was both significantly safer and more effective than a controlled bare metal stents in high bleeding risk patients. Use of paclitaxel-based coronary balloon to drug-coating balloon
was superior to bare metal stent implantation among patients undergoing de novo PCI high bleeding risk. 1 month death followed by clopidogrel monotherapy provided a net clinical benefit for ischemic and the bleeding events over 12 months death and with aspirin clopidogrel after cobalt chromium everolimus eluting stent implantation. Three light and high risk patients who underwent PCI and were treated with ticagrelol and aspirin. The study الوحيدة اللي بتكلم عن تيكا زي ما قلت لحضرتك for 3 months without any major adverse bleeding or skin events and antiplatelet strategy continuing ticagrelol monotherapy resulted in substantially less bleeding than ticagrelol plus aspirin without increasing ischemia events over a period of 1 year. Last, de-escalation is a reasonable approach to reduce the bleeding risk in selected acute coronary syndrome patients as an alternative to 12 months potent inhibition. We should identify patients at huge risk of bleeding, low ischemic risk, correct switching approach, use a loading dose when switching from ticagrelol, avoid early de-escalation. لازم نرجع تاني للعيانة بتاعتنا مدام اتش نفتكر ان هي هاي بليدنج ريسك بيشنت هيموجلوبين اقل من 11 جرام وجي اف ار 45 العيانة دي لازم نفتكر ان عندنا اوبشنز كتير قوي متعدده ليها مش من غير علاج احنا عندنا 4 انواع وستنتات وفي سنجل مونوثيرابي لازم نفكر في كل الاوبشنز ديت واكوردنج العيانه دي بالتحديد اللي اتعمل لها ايه؟ اتعمل لها كرانيال انجيوغرافي مينيمال اماونت اوف داي وكان مشترك معايا حد من النيفرولوجيست وركبنا لها بايو فريدم ستنت ومشيت على ديوال انتي بليتلت جاست فور 1 مانث وبعدين سنجل انتي بليتلت والعيانه اتحسنت جدا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور هشام. الحقيقه انت جمعت كل ال يعني جذر اول دي انفورميشن والابديتس عن الـ antithrombotics include antiplatelets و anticoagulants اللي ليهم علاقة بالintervention بطريقة يعني comprehensive. احنا حتى عاوزين التيك هوم مسج نعمل بقى منها تيك هوم مسج ان هي الموضوع طبعا كبير ولكن انت شرحته بالتفصيل هي was elegant. احنا بس عندنا عشان طبعا احنا هنحتاج برضو حضرتك تبعت المحاضره للدكتور شريف بليز دي دوكيومنت الحقيقه عندنا دي سند للموضوع ده انت يعتبر زي ارشيف وهنرجع لك فيه مع الحاجات دي مع بعض. احنا بس عندنا 5 مينتس عشان احنا واخدين يعني حالفين ان احنا ما نطولش في كل 4 ما عدا اللي هو الاسبوع الجاي اللي هو بيبقى سيمينار كبير. احنا معانا علاء اكمال لو الدكتور شريف يسمح له قول حاجه ومعانا الدكتور حمص استاذ بس دكتور بص ممكن تعمل تقفل السكرين في فوق عند الجرين لاين فوق ستوب سكرين ستوب شير سكرين عند حضرتك فوق طيب تمام طول علاء طول علاء اتمنى هدي له المايك وزغال اي حد بس يا ريت علاء برضه هيت اند ران يعني ايه مش عاوزين هنقول مثلا اي محاضرات ثانيه احنا ايه انت عاوز حاجه تقولها لنا والدكتور هشام او الدكتور وليد هيرب واحنا بنسعد ان انت او انت بقالك فتره كنت مش يعني الحمد لله بالسلامه الاول الحمد لله بالسلامه فعلا منور بجد والله ربنا ان شاء الله يكمل لك على خير باذن الله هو وانا عيان هو اخو وانا عيان بشتغل معاكم يعني بس لا ما شاء الله ربنا يكمل لك على خير باذن الله برحمه باذن الله الحمد لله ثانكس دكتور هشام بصراحه it's very elegant and illustrative talk just one comment about the copra stent I used this stent before but I have two limitation on this stent number one it's a very limited lenses the maximum length is 30 but the available in Egypt just 27 this is the maximal length number two it is very stiff stent and about 60% of the all studied cases in the copra trial was it's a focal stent and studied in comparison with another bare metal stent not drug eluted stent so about the that's what I want to address my experience in this stent here thank you thank you dr ale هو الحقيقه يا دكتور علاء احنا كان لوك ميار اللي هو اللي عمل الاستادي وهو بيشتغل في احدى السنترز الكبيره في فرنسا وهو كان حتى جه مره هنا مصر ومره اشتركنا معاه في حاجات في
اوروبا. هو الحقيقه عرض حالات بالكوبرا سند دي وليفت مين ديستال بايفركيشن وحالات كتيره جدا. وهو احنا مش بنقول ان هي انت هتستخدم دي مكان الستيتس في الحالات، لكن الهاي بليدنج ريسك هو استخدمها الراجل ده في الحاجات الهاي بليدنج والناس البدايه الكبار. يس ديفينتلي نتائج كويسه. احنا مش يعني احنا طبعا وي ار نوت ا كوميرشال ميتنج. احنا هو الدكتور الحقيقه عرض لكل الحاجات، فاحنا مش اجينست اي حاجه فيهم. وانا شخصيا نو ام نوت اجينست، ام نوت اجينست ذيس ستنت، بس اي وونت ادريس ماي اكسبيرينس وذ ذيس ستنت. اتس نوت باد ستنت ات اول. اه لا، هم كمان الستنت اللي قبليه اللي هي كتانيا كانت بالكي وكانوا ريسيوز فيها كان هي ريلاتيفلي اعلى. لما غيروا الديزاين بتاع الستنت، واحنا عشان كده يظهر مش دراج ستنتس بس اللي تطورت، لا الديزاين حسن قوي. لو في اي كومنت تاني يا جماعه بيفور وي جو. دكتور محمد سليم اين انت؟ لا انا موجود، وانا الحقيقه استمتعت جدا بالفيري كومبريهنسيف ريفيو بتاع الدكتور هشام. انا بس عايز اقول حاجه صغيره. الحقيقه البيشنتس اللي هم بيبقوا هاي بليدنج ريسك، البعض منهم واحنا بنعمل لهم انترفنشن بيبقوا كمان هاي ثرومبوتيك ريسك، ايفن بيزد على اللي يعني بنحط لهم مالتيبل ستانس لونج ستانس ليفت مين بايفوركيشن. فالحقيقه برضو يعني من الملاحظات بتاعه الترايلز اللي حضرتك قلتها دكتور هشام، في الاوجستس ترايل لما احنا دروب اوت الاسبرين في اول اسبوع من في الترايل دي كان في نيوميريكال انكريز في الاكوت والساب اكوت ستنت ثرومبوزس في اول اسبوع، برغم ان هو ما وصلش للستاتستيكال سيجنيفيكانس. فهو الحقيقه برضو ان انا ادروب الاسبرين كومبليتلي يعني لازم برضو الحقيقه لازم يبقى في ايكوي بويز ما بين البليدنج وبين الثرومبوتيك ريسك، ايفن حتى لو هديه اول اسبوع بس وبعد كده ممكن اكمل على الديوال ثيرابي. دي يمكن الملاحظة اللي أنا يعني عايز أقولها، إن إحنا برضو مع الهاي بليدنج ريسك لازم نوزن الهاي ثرومبوتيك ريسك. بقى دكتور محمد حضرتك المقرر العلمي، وأنا كنت بقول لدكتور شريف النهاردة إن في محاضرة تانية بالظبط عكس دي بالظبط اللي هو وأنا إن شاء الله إذا كان في فرصة إن إحنا نبقى إن أنا بقولها في العيانين هم الهاي ريسك أوف ثرومبوزس، يعني ازاي تقدر. عشان كده انا الحقيقه مبقاش حابب قوي الكونسبت بتاعي ادي العيان اي لودنج يعني بلافكس ولا تيكا ولا يعني لازم ابقى فاهم العيان كويس عشان ابقى فاهم انا همشي على ايه. ما هواش كل الادويه زي بعض، هو ميزه كويسه قوي ان احنا يبقى عندنا فرايتي من كل حاجه. لكن احنا الحقيقه احنا كيف يفكر العالم ده اللي احنا طبعا احنا بنتكلم على مع ناس هايلي بروفيشنال، بنتكلم على ناس عاملين كارديولوجي كامل وعاملين انترفنشن، واحنا كمان ادفانسد انترفنشن ان احنا اندرستاندينج. فالعالم الحقيقه بيتجه ان هو ان الاسبرين انا افري داي بلاقي عياني يقول لي انا الحقيقه عاوز ابطل واحد بالاثنين عشان انا تعبان قوي مثلا، بنقول له خلاص هو بيبطل اسبرين. فالعالم اكتشف ان الاسبرين ان هو يبقى انديكيتد ما كانش الاستاديز كتيره قوي زي ما معموله دلوقتي. فاعتقد ان تايم ويتش از نوت لونج يعني هيبقى فعلا السنجل انتي بليتد ممكن قوي يكون بلافكس خلاص، او ممكن يكون تيكا 60 ملغ مرتين في اليوم. انا برضو توقعت ان الدكتور هشام ممكن يقول الحاجه عن السمولر دوز من التيكا ان هي مثلا دي ممكن تبقى سيفر في الحالات دي، لكن يعني قصدي الدنيا بتتطور واحنا وي ار ادابتنج حسب كيف يفكر العالم ومع الاور اكسبيرينس برضه. بس هو لازم يبقى في الحته دي تو انديفيديوالايز الديسيجن اكوردنج للسيتويشن. صح بس في كومن سنس متفقين عليه. ايوه يا هشام اتفضل. لا كنت بقول التيكا الحقيقه انا ما لقيتش حاجه في الريسيرش. انا المحاضره دي الحقيقه خدت مني وقت طويل جدا في تحضيرها، يعني جمعتها تجميعه كبيره قوي وخدت وقت طويل يعني اكتر من شهر كنت بجمع فيها. ما لقيتش حاجه على التيكا في مده السنه الاولانيه، لكن كل الكلام على التيكا في البرلونج ديوز اوف ذات انك انت بعد السنه الاولانيه تستعمل التيكا 60. انا بتكلم على دول يا دكتور الشاب ان هم الهاي بليدنج لو انت عاوز تكمل، فدي برضو نقطه يمكن انا برضو ريمايند انت هتقولها ان انت لو عايز تكمل بتيكا عشان عيال عنده برضو ثروم زي ما هو يا دكتور احمد ابستيم عموما ان جنرال كل الكلام في الهاي بليدنج ريسك لا ياتي ذكر التيكا اطلاقا. كل العينين الهاي بليدنج ريسك كلام كله على الكلوبيدوجراف. التيكا يا دوبك دخل في ستادي وحيده في اللي هي التويلايت ستادي،
لكن كل الهاي بليدنج ريسك الكلام كله على الفلافكس. هما هم لما استخدموا التيكا لوحده زي في التويلايت زي ما انت شفت نتائج البليدنج قلت خالص. وبالتالي بقول لك هو المشكله الاسبرين هو اللي بيزود اكنه بيعمل سينرجيستك باد افكت او يعني بيورسن الكومبليكيشن بتاع بليدنج بقى حاجه ثانيه. لكن anyway كل ده لسه في يعني الوت اوف ستاديز كامينج. ومتهيألي الساعه 11 التلت انا كنت شايف على الدكتوره عصام بلي ومعانا عمرو ابو زيد وهشام وحمدي نجاح والحقيقه الوت اوف فريندز محمد حلمي كان معانا محمد حلمي اه طبعا الدكتور محمد حلمي زميلنا والاستاذ القدير. فبالتالي احنا وي كونكلود بقى دلوقتي وموعدنا 9 بالظبط الساعه 9 يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله يكون حاجه اوتستاندنج اللي هي سي تي او بروجرام مع الاكسبيرتس اللي هم زي ما قلنا افرام الكسندر افرام من فرنسا ومهند جريد من نيوكاسل وعمر اوكتكن من اسطنبول ومعنا ياسر صادق وطارق رشيد وتحت اداره الدكتور محمد سليم دكتور شريف وليد كل الكونسل بتاع الاف بي اي سي هي زمالة الأسطرة. وأنا بشكركم وطبعا بشكركم جدا على الورد اللي انت بعتولي دكتور وليد. أنا أقول الورد اللي جالي على البيت ده مين اللي بعته وأتاري ان انت اللي بعته أشكرك وعلى الاهتمام وكده. وإن شاء الله بالجامعين أهم حاجة ان انت don't leave the way. يعني انت ما توقفش العجل لما يحصل حاجة مرض ولا يحصل حاجة بعد الشر لأي حد فيكم. If you stop the wheels it may not go again. فعشان كده أنا قررت ان انا استمر ولو الواحد تعبان شويه لكن يكمل معاك. انتوا تدونا انا اشكركم وشكرا لشريف تاني والجميع والدكتور هشام الحقيقه حاجه اوتستاندنج المحاضره. دكتور وليد المحاضره بتاعتك فيري كومبرينسيف اند فيري الستريتيف وثانك يو محمد سليم ايفري بودي. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.